السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تدقيمة هاي قدر انت مدنو ميل كستا أو أدى فهدون ديد على دبات كرتشوكتان صبح إيا قلب إيا حبين وقت كستا أو أي إذن تهي بحونا سان شانتا بشا تمناد لبدا كون إيا فر لباتنكا كون سودو وادا وربحنا دي أدن بيدي أما بليدا دي مركزي يقور كستا إيا ولبحن لكستا بح آنو قبرتين وربحنو حساسية أو أهولي بكوي أدن بيدي أيان إذن وادا وحانا كميدا في الصومالية أو كسعود الشركة مدتها ودتشكى قرن أي دولة قبل هذا أي دولة الصومالية أي قرك أسرع إنه بربرو ولبنا لغو كلا هلالو لكن أحمد مدوبي أي موقف كيسيسي لبتشباري ولبنا كؤد كسي تاس أو حالة دا مال أكيرن جرسيسي وربحنتي قدام بيسي أيان إذن كودا لأن عكلنا وحان إذن ودا شير دق دقه أي دا أي كاس أو أي ولبا أي هجا من أيين رسلوس رئيس الوزراء كحوجين كصالح مدحونها قل مدو قارقار إيه ولي بمدحونها كوفر قلبيد لفت كرين إيه قدوني إن السوق عيان أحمد مدوبي لكن سأقدم بين وحال جيري أفكا إيدك قرصدة والله جو سوق على دريري موقف كيسينا ويبدل وعيه إيه دنا وربحين أيام إذن كوضع وربحين تينا وجو حساس سام ولي بنا وجو دم بسنا وح أي تهاي تليها جود إذا ماذا سردون كدل ككينيا أيه حنجباتوسا ودري في الصومالية ولبن إساقو سيطوسة ورحرير تلو نور الدين أو أهتليها قود إسردونكا كينيا محو كويري في الصومالية إيادانا وربحين تهدان وان إذن كنتبقين دونا هدبا إنتينان وقودة قلين سيدي عددين وهايد فلان هدان نقول عصبتا هاي سبسكرايب نسولي لن سيودة كساحبة فربادان ونكسان سيدي دينكو كلا هوري هديان نروتشوك تينا وليد كمهد علينا يا الله يكتوب مركز توحينو تدريد قلين بلا فوق فوقيو أصحاب فربادان ويقار سينسا وحي تلية تسعلان كومنتيك خلصي أيا نقول سيودة كرتا واتا هاي سوء وادا هدي أنكو غريو ولي شركي كسعودي عاصمة الصومالية مقدشة غارهان في الصومالية أيان لسو قبقبين انتي لوغو تلقالي وو دافاي صدح عشو مالنتي أفراد أيو مدح لقالي حالدو وإيجيد أنكو جيدي وقع مدالس حالكي أو أدكيد أي مرسا حاليتو وحاواغو إسوغو بريي رئيس الوزراء حمسي قدوميه بارلمانكا إيو حسن شيخ محمود إياغا أو بريي أحمد مدوبي وسعون ويدي موقف كيسي أيو كو أدكيستاي وحاد عدي إن مانتا شركة مركي أوفرمي أحمد مدوبي أوديدي إنو صوغة لشركة ما داما قرشة عجيبة أي في الصومالية ودتي وحاربتي إن مركة أويمادو لايسكو ساورو كدبنا هدو تقو آمال صوصارو سيبيش عالمك عنانتا كإيمان دونتو لايساق دادعيو إن شركاسي وكسور نمادي ميلوناكسن إسكو صوغة دودو halkii uu adkeed ayay xaaladu marasa ahmed madobe waxa uu taagan yahay wax muddo kororsiye oo dhici kartay ma jirto maamul goboleed kasta doorashadiisa ha qabsado aniguna tayd ayaan qabsanaya waana in puntland la aanteed aan laga wada hadli karin doorasho qof iyo cuda maadaama puntland ay meesha ay ka maqan tahay xaaladu way sii qaraaratay حسن شيخ محمود وحكستا وكباي عي أحمد مدوبي اتكستا او اسلي هاي مانتا واد ادري كرتا و ادري لكن سيقوف كستا با قعما مرنان ايو كلاي مادا ايو لبا افخاليا والاقن عنواي تاس او معنى هيدو اي تهي ان أحمد مدوبي او كاقنا بين ايو موقف كيسا لين عكلنا هدي اينو او قدمنو شير دق دقا او حساسي ايا دعي كاس او حسن شيخ محمود دينا عكال ايو كأيغي وحاونا ودري رئيس الوزراء كحوجين كصومالية صالح مدحوينها قل مدوك قرقور ايو لبا عبد عسيس لفتقرين وي اوتاقين احمد مدوبي وحكستا وي كلا هدلين والاقن نهدعيي بلان قاديو وحوال بوي اشيغين لكن سي توابير او كوبان او فدود ايو سيي وحاونا كويري وحان كديد اينا دير كي رئيس الوزراء حمسي ايدين كييلي مايو ايدين كا ee waxbaha xiqine orday iska laabta kuna laabta ninkii idin soo diray oo Xasan Sheekh Maxamuud runtii waa xaqiiqad dhaba wax uu ka diiday Xamse oo prime ministerki dalka ah in adeerkiina ah de kama yeelayo qorqor iyo lafta gareen uu soo diray Xasan Sheekh Maxamuud mid uu ka yeelayo ma aha iyaguna way ka soo dareereen iyaguna way ka soo dareereen guul darxun ay kala yimaadeen halkaas isku soo wada doodo halka markay marso xaaladu fil Soomaaliya shacbi degsa
dhinac kale ayay wax ka eegaysaa waxa ay doonaysaa si ay beesha caalamka ay ku qancin lahayd shacabka Soomaaliyeedna ay maanka uga hadli lahayd wixii ay jeceshahay oo danteedana oo doorashada ku jirtana ay sameyn lahayd waayo filo Soomaaliya muhiimadeedu koowaad waa gudida doorashada inay gacanta ay ku dhigto taas oo ay doonayso in maamul goboleedada oo dhan la isla wada ogol yahay maadaama hadii aan la isla wada ogolayn wax dhaqaaqaya ma jiro laakiinse muhiimadda ama targetka koowaad ee filo Soomaaliya waa inay gudida doorashooyinka ay gacanta ku dhigto iyada ugu dambeyn Axmed Madobe waxa uu sheegay inuu doorasho uu si toos ah u aadayo bisha November ee soo socota waa kelmadda hanaqa ama ganacsi goosay shirka ka socda fila Soomaaliya runtii Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu taagan yahay hadii aad maqli jirtay hebel waa idafiray wati oo sawira Xasan waxa uu taagan yahay war ninkan Axmed Madobihii aan aqaanay ma ahee war bal hala baaro ninkan wajiga cusub la soo baxay garkii cadaaday timihii shaarbihii isteel cusub la yimi war ninkan ninkii aan aqaanay ma ahee aanu go'aanada aan wada qaadan jirna ma ahee war bal ninka iga soo hubiya laakiinse Xasan Sheekh Maxamuud ma oga siyaasaddu saaxiib joogta ah ma leh ee dan joogta ah ayaa leedahay Xamuudin walaalka ayaad siyaasadda haddii aad ka dhex arki wayda dantaada ayaan lifti ka qaadanaysaa oo aad ka sii daynaysaa warbixinteen u dambeysana waa ta ugu xasaasisan waa taliyaha guud ee hay-adda sirdoonka dowladda dalka Kenya Nuruddin Maxamed Yuusuf oo Muqdisho la xiriiray ama fila Soomaaliya si toosa ula xiriiray ayaa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ugu hanjabay inaanay isku dayin inay cadaadis dheeraad ah ay saaraan Axmed Madobe madaxweynaha Jubbaland welibana fikirkiisa iyo talooyinkiisa ay ku ixtiraamaan waataliyaha hay-adda sirdoonka dalka Kenya Nuruddin oo aad wada garanaysaan waa wiilkii u dhalay Yuusuf Haaji lejenkii weynaa ee Yuusuf Haaji ayaa dhalay si toos ah ayuu fila Soomaaliya ula xiriiray waxa uuna u sheegay inaysan cadaadis xoogan aysan saari karin Axmed Madobe sababtoo ah tan iyo shalay ilaa xalay ilaa maanta cadaadis xoogan marba hebel loo diray marba wafdi loo diray halkan cadaadis ciriiri ayaa la saaray waxa uu ugu hanjabay inaysan ciriiri xoog leh ama ciriiri dambe aysan saari karin welibana fikirkiisa ama talooyinkiisana ay ku ixtiraamaan waayo sababtoo ah meesha xoog la iskuma leh ixtiraam ayaa wax la isugu yahay marka wax la isu keeno talooyin la kala qaadanayo barnaamij la soo dejiyo qof walba aragtidiisa iyo barnaamijkiisa ayuu la imaanaya sababtoo ah Xasan Sheekh Maxamuud dambu wataa Madobe dambu wataa Qorqor dambu wataa mid kasta waa in lagu ixtiraamo danta uu wato isku soo wada doodo Nuruddin waxa uu sheegay in madaxweynaha Jubbaland aan cadaadis la saari doonin runtii ilmaadeer wey Nuruddin iyo Axmed Madobe waa ilmaadeer kulli qofki garanaya wuu garanaya runtii waxaan filayaa Nuruddin in aad wada garanaysaan waa lejankii hoolkii weynaa ama suuqii weynaa ee Westgate markii ay qabsadeen argagixisada waa ninkii dadkii ugu badnaa ama shacabkii ugu tirada badnaa kasoo badbaadiyay gudaha suuqii weynaa haddaad la soo gaadhay ilaa dhamaadka subscribe na soo dhe leen si wadaag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idinkoo kala tan inta ku kulmi doono fi amaanillah.